ملف فتح مكاتب الصرف للعملة الصعبة على طاولة بنك الجزائر وفق القانون المصرفي الجديد، ما سيساعد في الحد من نشاط السوق الموازية وضمان بنية نقدية ملائمة حسب وزير المالية، إلا أن خدمات تلك المكاتب تقتصر على فئات محددة ستستفيد من عمليات الصرف، وهو ما لم يعجب بعض نواب المجلس الشعبي الوطني. القانون الجديد، القانون تاع النقدي والمصرفي الذي أتى ببديل عن طريق مكاتب الصرف، المكاتب الصرف على كل حال هي خطوة نثمنها. وجب علينا أن نتساءل أولا على طريقة تمويل هذه المكاتب صرف الاحتياطي الصرف، ثانيا أنها موجهة لفئة معينة، مثلا فئة الطلبة وفئة الذين هم في بعثات رسمية أو في أعلى أو على الأقل المنحة السياحية. إذن هذه الآلية نحن كنا ربما نطالب بتوسعتها، أننا حتى قضية تشجيع مثلا السائحين سواء الجزائر الأجانب عن طريق يعني تشجيع هذه يعني الاتصال مباشرة بمكاتب الصرف حتى نشجع يعني تنامي الاحتياطي الصرف في العملة الأجنبية في الجزائر. وزير المالية وفي رده على السؤال الكتابي للنائب أحمد ربحي حول إزالة السوق الموازية للعملة الصعبة المعروفة باسم السكوار، أكد على وجود مخاطر ترتبط بهذه العملية ستؤثر على احتياطات الصرف بالعملة الأجنبية، فيما طالب الوزير بضرورة توعية الجميع حول أهمية اللجوء إلى السوق الرسمية للصرف. هناك جهات متدخلة يعني كلها مرتبطة بالقضاء على أولا على التجارة الموازية، ومن جملتها هذا النشاط الاقتصادي الموازي وهو تجارة العملة. إن هذه القضاء على السوق الموازية السكوار أنها ترتبط بتحرير الكل للدينار، ولكن في نفس الوقت يوجبنا أن تحرير ينجم عنه استنزاف للاحتياطي الصرف من العملة الأجنبية، يؤدي بنا كذلك إلى هجرة الرؤوس المستثمرة في الجزائر إلى عواقب اقتصادية كذلك. للأسف الشديد هذه الإحالة على الترويج للنظام البنكي الجزائري، النظام البنكي الجزائري احنا نعرفه بنظام متعثر، نظام يعني أصبح ما نقولش غير شفاف، ولكن معاملته الباطئة أصبحت لا تتماشى مع المواطن الجزائري. إرساء قواعد السوق الشفافة ومراقبة العمليات التجارية والاقتصادية هي مسؤولية مؤسسات الدولة والمواطن معا، بتوفير أفضل الشروط النقدية والمصرفية وبالتطبيق الصارم للإجراءات الكفيلة للقضاء على سوق الصرف الموازي الذي يستنزف الاقتصاد الوطني منذ عقود.